You only live once. مرحبا جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ما حدا بخير؟ طيب، اليوم عنا عرض كتير مهم. واحد من الناس اللي من اول يولو ارت سنتر كان موجود معهم من عرض الافتتاح لليوم، عمل عروض كتير حلوة. في شي منها ينزل يوتيوب قريبا، بنصحكم تتابعوا هاي الاشياء. بدي اطلب طلبين. اول طلب، بدنا نحاول تكون التليفونات صامت كرمال ما نضايق الاتموسفير تبع العرض. الطلب الثاني، بتمنى لكم تستمتعوا، فحاولوا قد ما فيكم استمتعوا، ووضعكم ابدا مو شغل متعه. وين الصوت يا جماعه؟ يلا اعطونا. ايوه طيب، اذا جاهزين وفلاشات الموبايل بليز، يعني اي حدا بده يصور بس بدون الفلاش كرمال ما ياثر على اضاءه العرض. اخيرا، انبسطوا قد ما فيكم مع عرض عمر الكيلاني شوي تاني. يلا. Thank you.
شكرا. يا مرحبا. اول شيء شكرا كثير كثير على حضور الجميع. انا كثير مبسوط ومتحمس صراحه لحفله اليوم. حابب اقول صراحه ابدا ما توقعت هذا العرض بعنوان جيتارولوجي. ابدا ما توقعت انه نعمل عرض جيتارولوجي رسميا للمره الثالثه وعرض الاغاني او المقطوعات في البوم جيتارولوجي للمره الرابعه، والسبت القادم رح يكون في المره الخامسه كمان. فعن جد شكرا لكل شخص مهتم باي نوع من انواع الفنون، واي واحد عم يدعم وخاصه عم يدعمني شخصيا حابب اتشكر. اول شيء مصفق لحالكم، صفقوا لحالكم، يعني تستحقوا. شكرا كثير. حابب اقول على الهامش كمان نقطه، ما توقعت اني امرض من يومين تقريبا، يعني هيك اجتني مرضى، ف نوعا ما عم حاول استجمع قوتي معكم. بس حابب اشرح كمان معلومة صغيرة عن مشروع جيتارولوجي. هو ألبوم من تركات رح تسمعوها اليوم. يتكلم عن كل مقطوعة من هاي الألبوم تحكي عن شعور معين عشت فيه. ما رح طول كتير عليكم بالحكي. المقطوعة القادمة بعنوان 2023 أتمنى تنال أعجابكم. Thank you.
شكرا. المقطوعة القادمة بعنوان المقطوعة القادمة أكثر مقطوعة صراحة شخصيا مأثرة فيني. مقطوعة بعنوان خوفان. تعرفوا الشعور وقت بتحس انه نوعا ما انت مش متقبل في المكان اللي انت فيه، هيك شوي تتوسع حلقة عينك، بتحس انه شعر ايدك وقف، تحس حالك بردان. عم اوصف هذا الشعور بمقطوعة اسمها خوفان. كتير مشاعر صح. والفترة الأخيرة كانت فعلا فل مشاعر، ما يمكن مو بس عندي، يعني عند الأغلبية أعتقد. يعني الفترة الأخيرة ما لها من أفضل الأوقات اللي عشناها.
الجمعة القادمة بعنوان بيت عربي. ريشة. بتمنى تنال أعجابكم. شكرا شكرا شكرا. طيب حنروح للمقطوعة اللي شكرا لوجودها في حياتي صراحة. مقطوعة لها ثلاث عناوين. هي ثلاث مقطوعات مدموجين مع بعض نوعا ما. ميرورينج، عربي كول، وأغازلك. بتمنى تنال أعجابكم. We'll be right back.
اوكي محتار محتار صراحة. طيب رح أعزف مقطوعة بعدين رح نبلش شوية جد. فمنروح على مقطوعة منروح على مقطوعة اسمها في ذلك الشهر. أتمنى تنال إعجابكم. المقطوعة القادمة بعنوان OCB. العزبان بنص الجبل أقول لك يا نبي. Oh,
شكرا شكرا شكرا. المقطوع الجاي بعنوان الكيلاني اخوان.
تكرم مرة وهي الوجهك كل يوم كامل. شكرا. الله نرجع نسمع صف قوية مينو من الجزائر يا جماعة. okay. في فقرة بالعروض الماضية من جيتارولوجي، طبعا أنا ما بعمل جيتارولوجي بدون مينو، يعني هذا البارتنر صاير بجيتارولوجي صراحة. ففي فقرة كنا نعملها من أول عرض جيتارولوجي لحد هلأ اللي هي فقرة الفريستايل، عم تتطور معنا عرض بعد عرض صراحة. بلشنا فكرة أنه حبينا أنه نألف شيء هون قدام الناس، فكل عرض بعد عرض عم يتطور هذا الشيء، وانا كتير فرحان بهي المقطوعه اللي طلعت، اللي اذا نسميها بنسميها جيتارولوجي لانه هي طلعت هون حرفيا يعني. ف تماما المقطوعه غير مؤلفه، المقطوعه مكتسبه من المشاعر اللي اخذناها هون. بتمنى تنال اعجابكم. Ra 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 ra
خليك 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 خليك. والله أنا صراحة أنا يعني أنا آسف إذا نطول العرض شوي كمان، بس أنا حابب نضيف مقطوعة جديدة ما لي علاقة. أنا حبيت. نحن حبيت. حلوة. نحن حبيت. طيب شو نعمل؟ زي ما بدك. والله ما بعرف. خليه يدخل معنا هون. نعمل مقطوعة مع بعض كلنا. ها. إيه. يلا. سوري. أكيد تفضلي. شكرا شكرا جزيلا. جملة تقيلة صراحة. شكرا. ايه طيب اوكي نسوي مقطوعة مع بعض. معلش مقطوعة مع بعض. يلا نشوف شو بطلع معنا. يعني كمان هالمقطوعة اسمها جيتارولوجي 2 معلش اذا بتكون. بس شوفوا مع بعض يعني بتكون تشاركوا معنا. يعني احنا متفقين شوية شغلات بس ما لنا متفقين كتير فاعذرونا على الأخطاء. بدنا منكم تعملوا كالتالي. عند الأربعة زيدينا. Thank you مينو. Thank you مينو. شكرا مينو. شكرا كتير مينو. سعيد سعيد لسه يلا ختامها مسكن. ختامها مسكن مع سعيد يا جماعة الخير. الأغنية بعنوان كفكفونا.
شفتك عن غير فيكم واحد علمني وانا صغير قال لي نفسك هي الاساس 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 I be ego killing when I be go tripping when I be go dripping لما طفطف your ego dripping كل شي عاملينو ايجو دريفن وانا راضي اللي مش راضي على كل من عمل بلا من هنا فانا من فلا هنا من عنا بلا من عنا من هوس ما فيا فتقل له كفا كف كفونا الناس يابا والعالم كله راضي 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 كتير trust me لا توثق بالناس بيكونوا معك بس وقت دق الكاس yeah نفسك هي الأساس كذبة كف كفونا الناس يابا والعالم كله راضي والعالم كله راضي والعالم كله راضي والعالم كله راضي شيء يصطنع علت يرعى لأشكالها تقع جوجل ايرث مش ملاق يا ميرة أحلامك أين تقع 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 ولما وقعت مين جنبي ما حدا كان فاضي ما شافت عيني العد كله ورحت من القاضي شايفين الواقع عالسكن والعالم كله راضي والعالم كله راضي كف كفونا الناس يابا والعالم كله راضي 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 كف كفونا الناس يابا والعالم كله راضي والعالم كله راضي والعالم والعالم كله راضي والعالم كله راضي والعالم كله راضي كف كفونا الناس يابا ثانك يو لهون وصلنا للختام وهامسكم لنا بالاول شكرا كثير شكرا لكم بمرضتي قدرت اعمل هيك لانه وجودكم كثير حلو فشكرا للطاقه اللي اعطيتوني اياها وشكرا لان شكرا لانكم اجمل مكان اجمل ناس لحتى اشارك معهم مشاعري شكرا سعيد مريع الدي جي مينو من الجزائر جهاد بكير على الاضاءه اخراج والمكان نحن فيه يا جماعة الخير يولو يلي ساعد كتير تنظيم أصلاً إله حصة كتير كبيرة بمشروع جيتارولوجي ومن أفضل الأماكن اللي اشتغلت معها شكراً كتير ليولو كمان صراحة وما راح طول عليكم أكتر من هيك بعرف البعض منكم بده يعني بشوفكم فوق ونورتوني إن شاء الله نشوفكم حفلات الجاية Whoa.